بنتكلم على ان مصر الحمد لله نجحت في تصدير الموالح واحتلينا مرتبة متقدمة. ده بيعود الى جودة المنتج نفسه، وبيعود الى اهتمام الزراعة والمزارع. لما يكون عندي الحمد لله اكتفاء ذاتي ووفرة في الاسواق، وفي نفس الوقت بتكلم على ارتفاع معدل التصدير، ده نجاح. خصوصا ان احنا في وقت في جائحة كورونا بتواجه العالم، كل دول العالم قفلت اسواقها، مفيش تصدير، طائرات معطلة، محطات قطار خاوية. النهارده لا، مصر قدرت، مصر تستطيع. النهارده انا موجود معاكم في النبريه، بنتكلم على الزراعه، بنتكلم على المشاكل اللي بتقابل المزارعين. هرصد معاكم نموذج جميل جدا للنجاح. في البدايه طبعا برحب بحضرتك واتعرف بيك. انا اسمي محمد عبد العليم جدلك خويدر. اهلا وسهلا بيك. المكان ده احنا فين بالظبط؟ احنا كده في كيلو 132 طريق مصر اسكندريه الصحراوي. لما جينا نشتغل هنا بقالنا كام سنه؟ يعني كده بقالنا حوالي 15 سنه. ربنا يبارك يا رب. 15 سنة اللي يسمعهم ما هماش شوية بالنسبة للزراعة، دول شقة سنين عمر. أول ما جينا هنا المكان كان شكله إيه؟ ابتدينا نزرع إيه؟ ابتدينا نتعامل مع المياه إزاي؟ والله إحنا أول ما جينا هنا طبعاً كانش فيه هنا، كان جلنا عاملين المياه الطبطين. بس طبعاً لحد دلوقتي ما وصلناش مياه، لأن بس 15 سنة شفنا من أكتر من 15 سنة الطبطينة موجودة بتاعت الترع بس ما فيهاش مياه. بس ما فيهاش مياه. الكلام ده من أكتر من 15 سنة. لحد دلوقتي. طبعا رجعنا بقى لدج الابار. ماشي، بعد دج الابار ده طبعا الزراعه معلش تعبتنا شويه، فيها نسبه ملوحه في الميه. ماشي، لسه مثلا جبنا السنه دي من شركه دلتا موتر فلاتر للميه. فطبعا بعد ما عملت الفلاتر ديت وغيرت الارض معايا تغيير، طبعا مش هنقول لك 90%، لا يا كتير 100%. 15 سنه رحله طويله، اكيد في خلال هذه الرحله ابتديت اشوف بدايل، ابتديت اشوف طرق تانية. كنت بتتعامل ازاي مع مشكله الملوحه؟ والله كنت مندمج لها الحاجات اللي هي مضاده للملوحه دي، حاجات كلها سهله طلع، بس ما كانتش بتجيب نتيجه قوي. يعني مكلفه ولا كان سهله؟ اه طبعا كانت مكلفه، طبعا مكلفه. الملوحه اثرت على المحصول ازاي؟ والله كانت بتاثر على اساسا على جذور الشجر من الاول، من تحت بتبدا بتاثر عليها من فوق. ماشي، يعني بتأثر على النمو، بتأثر على الحجم، بتأثر مثلا على الثمرة نفسها في جودة الإنتاج، ما بتعرفش تصدر تصدير اللي هو قوي، خدت بالك؟ فبضطر بتنزله سوق محلي كلته. سوق محلي، والإنتاج كان واحد؟ لا طبعا هو في تغيير. الجهاز بقى له قد إيه عندك؟ الجهاز كده بقى له تقريبا زي قول سنة ونص، مثلا سنتين. النتيجة ابتدت تظهر عندك بعد قد إيه من تركيبه؟ بعدها بحوالي تقريبا شهرين مثلا كده. من شهرين ابتديت تشوف الفرق؟ اه بقيت بشوف. المزرعة انتاجها زاد؟ اه الحمد لله. برامج التسميد زي ما هي ولا قلت؟ لا يمكن قلت كمان. يعني برامج التسميد بالنسبة لي بعد ما ركبت الفلاتر ديت، لا برامج التسميد قلتها خالص، وحتى في الرش نفسه قلته. معدل بقى الإصابة بالحشرات، معدل الإصابة بالأمراض الفطرية، هل في اختلاف؟ لأن أنا يعني ملاحظ إن معدل النمو الخضري نفسه عند حضرتك في التوقيت ده ما شاء الله جيد. ما هو النمو ده يعني بعد يعني معناه بتاعت الميه ديت، وركزنا برضو السنه دي مع شويه حاجات مع المغذيات، لان طبعا قبل كده كانت المغذيات ما كانتش بتجيب لي النتيجه اللي انا عاوزها. يعني مثلا كنت بنضيف مثلا الاسمده او المركبات، ماشي، لكن ما كانتش بتجيب النتيجه اللي انا عاوزها. حاليا دلوقتي مع الفلاتر اللي ركبناها الجديده ديت والشغل الجديد، لا يعني النسبه بانت واتغيرت معايا في الانتاج، في الثمره، في الشكل الشجره، في النمو الخضري، في حاجات ياما معايا. مساحه قد ايه عندك؟ المساحه عندي ديت 132 فدان. ربنا يبارك. النتيجه من اول فدان لاخر فدان واحد ولا هي بتختلف؟ الحمد لله كلها واحد. انا بسال السؤال ده لان دايما مزارع بيقول لي طب وهي الميه بتفضل متاثره بعد مرورها بالجهاز مسافه قد ايه؟ اللي هيستفيد الشجر اللي جنب الجهاز بس، لا احنا هنا بنقول 132 فدان، النتيجه في اول الارض زي اخر الارض واحد. النتيجه عندي بالنسبه للارض من اول الارض فوق خالص لحد اخرها تحت، من اول فدان لاخر فدان. اجهزه معالج الماء المغناطيسي لشركه دلتا ووتر اثرت على جوده المحصول نفسه، على جوده الثمره ومواصفاتها، ولا دي ملهاش علاقه؟ لا هي اثرت بالاحسن طبعا. احسن، هي اثرت بالاحسن، هي اكيد بالاحسن، مش لا اثرت بالاحسن. المكان ده فين؟ علشان انا عايز اي مزارع عايز يشوف التجربه بعينيه يجي يشوف يسال. احنا النهارده بالظبط في كيلو 132 طريق اسكندريه القاهره للصحراوي. اشكرك وربنا يوفقك. شكرا.